لو اتقال لكم اتفضلوا في النادي الاهلي دربوا واعملوا امسكوا اداره النادي وكده او طبعا الفرقه يعني طبيعي جدا طبعا يعني 22 سنه في النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي كل التاريخ ده يعني احنا اكيد طبيعي يعني اذا كان بقول لحضرتك علاقتنا محدش يزعل حضرتك من دي لان علاقتنا مع النادي الزمالك يزعل ولا اي عدد السنين اللي عندنا وعدد الفتره اللي علينا واحنا حقنا على النادي الاهلي وزي ما قلت لحضرتك احنا يعني احنا سعداء ان احنا محسوبين على مصر كلها وننتمي للنادي الاهلي وعلاقتنا بجمهور الزمالك كبيره انا على فكره الكلام اللي انا بقوله ما فيش توازن انا بالعكس احنا بقول لك 22 سنه في النادي الاهلي وجودنا مع نادي الزمالك المرحله اللي احنا دربنا ولعبنا ودربنا مع نادي الزمالك خلتنا ان في علاقه كبيره مع نادي الزمالك والدليل ان انا رجعنا من سبت منتخب الاردن عشان لكن في الاساس وبقى عندك المصري وبقى طبعا في اكيد فرق كتير لا نفسها حضرتك كمان مجرد احنا روحنا مكان التكوين الرباني اللي هو بينا وعلاقه بينا وبين الجماهير ما لهاش ولا لها اعلام ولا في تمثيل ولا اي حاجه النادي المصري جمهور النادي المصري اي وقت بيحب ان احنا نكون موجودين احنا رحنا الاسماعيلي فتره قصيره الجمهور الاسماعيلي عمل مشكله كبيره ان احنا لما جينا نمشي مش عايزنا نمشي فبالتالي احنا يعني شغلك هو اللي بيحبب الناس فيه صحيح مش بكلم ان انا مش مش بقول كلام يعني بدعي لكن هو ده الحق هي ده اللي بيحصل ان احنا ادائنا الناس على فكره الشعب المصري حقيقه يعني حقيقة الشعب المصري اللي هو احنا اللي احنا منهم الناس بتحس بالناس اللي بتخلص او عندها ضمير ولا الناس اللي بتمثل ما على فكره مهما لو اتضحك عليهم شويه ما تضحكش عليهم طول الوقت ده حقيقي فالنهارده يمكن احنا حتى في على مستوى البلد كلها لما يجي رئيس جمهوريه عايز يشتغل الناس بتقتنع حتى لو في فئه صغيره مش بتقاوم وبتحارب النجاح لكن الناس الاكثريه عارفه ان في ناس بتشتغل وهتفضل ورا الناس اللي بتشتغل. لا برضه المصريين بيعرفوا يقروا يعني حتى لو اتخدعوا فعلا رايك لا بيعرفوا يقروا. بيقروا البني ادم برضه مش صح. طب هل تعتقد ان آن الاوان ان الجمهور يرجع الملعب؟ ده لازم. يعني امتى تفتكر؟ لازم إيه؟ لازم لازم يبقى في قرار قوي جدا سواء من الدوله او من الناس المسؤوله في اتحاد الكوره. يشوف الناس في اوروبا بتنظيم ازاي؟ يعني ملاعب اوروبيه يعني انا شايف مش يعني الشرطه يبقى في تامين خارجي والتامين الداخلي يبقى يعني لازم الانديه يبقى عندهم وسائلهم يعني لتنقيه ايه جمهورهم لايه ليعملوا ايه لا يبقى في الامن الحته الامنيه التنظيم الداخلي ده يبقى كل نادي ينظم يبقى موجود يبقى عنده الناس الامن بتاعهم الداخلي غير الشرطه الشرطه تامين الخارجي الاستاد ويبقى في التزام ويبقى في نظام والجمهور نفسه اللي عايز يشجع كوره ولا عايز بيحب فرقته فعلا المفروض يحترم اولا يحترم الرياضه يحترم فرقته يحترم الادميه نفسها ان دي حاجه رياضه الناس كلها بتحترمها في العالم كله وانت بتحب الحاجه دي اذا كنت عايز تشتغل سياسه يبقى خليك بره بعيد عايز تشتغل رياضه خليك باحترام وتخش تلتزم وبالتعليمات اللي موجوده ما ينفعش ان انت تيجي عايز تخش الاستاد من غير تذاكر ما ينفعش ان انت هي المشكله كده انه بيبقى في ناس عايزه تدخل من غير تذاكر طبعا مش عارف انا ليا راي بس في الموضوع ان لازم في قناعه داخليه من الامن والجمهور والاعلام لازم يعرفوا ان في القناعه الاولانيه داخلك ان انت احنا دوله قويه ولازم كل واحد الجمهور لازم يقتنع ان عليه ان هو يحترم الحاجه اللي هو بيحبها دي ويحترم الدوله وعلى الامن ان هو لازم يكون عنده قناعه شخصيه ان دي مصر ان دوله كبيره وان الامن المصري ده قوي لازم كل واحد يعمل اللي عليه ولازم ان هو ما يبقاش فيه خوف ان انا اخد قرار ان انا ادخل الدوري يشتغل بجمهور احسن يحصل كذا والجمهور نفسه لازم يعرف ان هو ما فيش عداوه بينك وبين امن ان انت تحضر الماتش عشان انت بتحب فرقتك وبتحب الكوره يا اخي لازم طول عمرنا هو ايه الجديد في الكلام الاعلام لازم يقف مع الصح الصح اللي هو ايه من يخطا لازم يتعاقب ولازم يتعامل الاعلام لازم ما يتسطرش ولا على ده ولا على ده المسؤول احسن عن الكوره لازم كاتحاد الكوره لازم يبقى في قوانين في عقوبات ان الجمهور اللي يخطا ما احرم النادي ما احرمش الانديه اتحاد الكوره حضرتك يعني انا مثلا اي نادي اسيب من الانديه
حصل خطأ في الماتش بسبب جمهور معين بسبب جمهور النادي، ما ينفعش اعاقب كل الجماهير. انا بتكلم على بداية يعني دي من ضمن المنظومه، دي ضمن القرارات اللي لازم تتاخد. يعني في مسؤوليه على الناس كلها، فلو الناس دي كلها التزمت بقوانين وفعلت قانون فعلا ما حدش هيغلط. طب وانتوا قاعدين بقى كده قدامي زي القمرين، الله يخليك، انا عايزه منكم كلمه لاصحاب هذه الفانيلا اللي انتوا عاشرتوها 22 سنه، تقولوا ايه للاهلاويه؟ قول احسن من الاول. انا بقول طبعا فخر لاي حد سواء لاعب او جمهور ان هو بيشجع النادي الاهلي، لان النادي كبير في العالم في الوطن العربي في افريقيا، واعتقد ان ليه حقوق على الجماهير واللاعبين ان هم يكبروا النادي، يكبروا النادي ببطولاتهم وبانجازاتهم وبافعالهم كجمهور، ان هو يساند النادي بدون اي حاجه تضر النادي او تضر مصلحه النادي. وفي نفس الوقت جماهير اي نادي في العالم بيكبر بجماهيره وبلاعبيه. صحيح صحيح. كابتن ابراهيم، يعني انا بقول طبعا نمره واحد للاعيب النادي الاهلي اللي هيلبس التيشيرت دوت، تاريخ النادي الاهلي كبير جدا، فلازم تعرف وانت لابس التيشيرت ده او تبقى جديد انك تلبسه، بعد ما تبطل هتعرف يعني ايه ان انت كنت بتلعب في نادي كبير، نادي ليه تاريخ كبير جدا، فلازم تكون على قد مسؤوليه التيشيرت دوت، وان ده تاريخ ليك ولولادك في المستقبل اللي هتقعد كده تفتخر بيه. بقول لجمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره نادي كبير، ونادي طول عمره المبادئ موجوده فيه والاحترام، واحترام اسم النادي الاهلي واحترام جماهيره للمنظومة كلها. أتمنى إن جماهير النادي الأهلي ترجع تاني للموجود اللي هما الجماهير اللي لسه ممكن تكون صغيرة مش عارفين إن الهدوء وإنك في مصلحة النادي ورزانة في مصلحة النادي الأهلي، ولازم ترجع تاني تشجع كورة، بس كورة لكورة، وتشجع النادي الأهلي كنادي أهلي كنادي رياضي، تبعد عن اي مشاكل تعوق المنظومه كلها وتعوق النادي الاهلي في بطولاته. طيب، وبما ان انتوا قاعدين قدامي زي القمرين تاني، يبقى هتقولوا لي كلمه لاصحاب الفانيلا اللي خدمتوا فيها 4 سنين نادي الزمالك. اهو اهو، اتفضل. انا اتفضل. يعني طبعا انا برضو نفس الشيء، يعني نادي الزمالك نادي كبير، واي لعيب برضو هيلعب في نادي الزمالك ده تاريخ كبير جدا وشرف لي ان يحمل او يلبس تيشيرت ويعمل شعار نادي الزمالك، فده برضو تاريخ لي. اي لعيب بيحمل او بيلبس شعار او تيشيرت نادي الزمالك لازم يحافظ عليه، لازم يعرف ان وراه جماهير كبيره برضو بتحب النادي بصوره غير عاديه، استحمل كتير جماهير قبل كده، استحملت كتير اخفاقات. فاتمنى ان لعيب نادي الزمالك او اللي يلبس تيشيرت نادي الزمالك يحط في ذهنه ان وراه جمهور كبير مستني بطولات. وبنفس الشيء بالنسبه للجماهير نادي الزمالك، نفس المعلومه برضو لجزئيه الجماهير النادي الاهلي، اتمنى ان هم يشتغلوا او يشجعوا نادي الزمالك بس، يشجعوا الرياضه بس، يساعدوا نادي الزمالك ان يبقى موجود ينافس على بطولات بعيد عن اي حاجه تاني خارج الرياضه. حزازات حزازات. تمام. كابتن حسين. لا انا زي ما قلت في الاول النادي الاهلي، انا بقول ان جمهور نادي الزمالك نادي كبير وفخر كبير لاي حد يلعب لنادي الزمالك او يدرب نادي الزمالك، كبير بجماهيره وكبير بانجازات اللي هي اللي اتحققت وممكن تتحقق من خلال مسانده اللاعبين الموجودين والجماهير اللي هي، انا بقول لجمهور نادي الزمالك بالتحديد، يعني جمهور الزمالك استحمل كتير، وده يدل انه جمهور كبير وعظيم ان هو استحمل كل اخفاقات الاجيال اللي فاتت من ادارات او لاعبين او اجهزه، فبالتالي عليه ان هو يكمل المسانده لناديه واللاعبين اللي موجودين. واعتقد ان في النهايه النادي الاهلي والزمالك تاريخ كبير من تاريخ الرياضه المصريه، فاتمنى للاثنين سواء لاعبين او جماهير وخاصه جماهير الناديين ان هم يعرفوا قيمه المكانين وقيمه الكيانين اللي موجودين، ان هم في النهايه
قوه نادي الاهلي هتكبر بقوه نادي الزمالك، وقوه نادي الزمالك هتكبر بقوه نادي الاهلي. طيب يعني دي ده كمان رساله موجهه لحاله التعصب بالظبط. دي حضرتك دي موجهه انا للرئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك. اتمنى ان هما يعرفوا ان دول اكبر ناديين موجودين مش في مصر بس، في الشرق الاوسط وافريقيا. اتمنى ان يحصل مبادره حقيقيه حقيقيه، لان الرياضه لمصلحتهم ومصلحه مصر ان لازم يحصل نوع من انواع التسامح، وانه يحطوا ايديهم في ايدين بعض، لان دي في الاول في المنافسه الرياضيه فقط. فاتمنى ان هم لازم يكون على قد مسؤوليه اسم ناديين، واتمنى ان المبادره تيجي منهم وسريعه من غير عزومه ولا من غير حد يعزم عليهم، ولا لازم هم لازم يتحركوا، ولازم يبقى فيه هدوء، ولازم في احترام للجميع، كل واحد يحترم الثاني، كل واحد يحترم اسم وتاريخ كل النادي ليه. فدي اتمنى ان قواعد المنافسه معروفه في العالم كوره، خلاص وفي الاول وفي الاخر كوره. الحاجات اللي شفناها دي مش جوه لعبه المنافسه. ما فيش اكبر من ريال مدريد وبرشلونه، ما فيش اكبر من انديه كبيره. يعني احنا الاهلي والزمالك كبار في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا، لكن في انديه تاريخها كبير. فلازم نتعلم من الناس كلها ان هي المنافسه في نتائج، في تقويه فريقك، لكن المنافسه ان احنا نعمل احتقانات ليه. دي عايزين ان شاء الله يعني نحط قدامنا بين الاهلي والزمالك هي مصر، يعني ان احنا نحافظ عليها، لان اللي بيشجع الاهلي والزمالك هو الشعب المصري بالظبط. فمش عايزين مش بلاش فرقه. وده اللي انا شفته فيكم، ان انتوا فين ما خدمتوا كنتوا بتخدموا الكوره في مصر، بتخدموا اسم مصر. احنا عاطين الجماهير هي الهدف بتاعنا. والله العظيم انت نورتني اخر نور وحضرتك يا كابتن والله العظيم. ويعني كنتوا منورين دي ومنورين دي ومنورين الخضرة بتاعت المصري، ورحتوا فين بقى الاسماعيلي وان شاء الله والاتحاد وكل الانديه. انتوا قيمه عظيمه وقدوه رائعه ومثل اعلى لشباب كتير جدا باصراركم وصمودكم. انا بتمنى ان يعني تفضل العطاء ده متصل ومتوفر طول الوقت. ومش عارفه اقول لكم يعني بوستين على ال واخد بالك اللي احنا سعداء ان احنا كنا مع حضرتك، ربنا شرفنا بحضرتك والبرنامج، واحنا جينا هنا عشان عارفين ان برنامج جميل ومحترم، والناس الناس بتشوفه عشان بتسعد بيه. احنا كل مهمتنا اننا ننور على الناس العظيمه دي عشان شبابنا الصغير كمان يتعلم. انه حسام حسن وابراهيم حسن مش جايين من فراغ، ما تعبوش اي كلام، تعبوا وشقيوا واجتهدوا وصمدوا وصبروا وحققوا ويا رب ان شاء الله يفضلوا يحققوا ان شاء الله. نورتوني. الله يخليكي.